وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الديدان في الأطفال، ودي الحلقة 5. هنتناول الفيديو ده عن أسباب مرض الديدان في الأطفال، عن الأعراض والشكاوى اللي بتيجي بيها الأم، عن أهم أنواع الديدان الشائعة في مصر، عن علاج الديدان عند الأطفال، وإزاي نقدر نتجنب الإصابة بالديدان دي عند الأطفال. بس قبل ما نبتدي الفيديو ده، ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبتدي أول حاجة بأسباب المرض. والله أسباب المرض عندي بتختلف من نوع دودة لنوع دود تاني، بس أهم الأسباب الرئيسية هي إن أنت تاكل خضار أو فاكهة ملوثة، يعني مش مغسولة كويس بالمية أو مجهولة المصدر. عدم النظافة الشخصية، يعني ما بتغسلش إيديك بانتظام قبل الأكل أو بعد الأكل، بتلمس حاجات مش نظيفة. تالت حاجة إن أنت تاكل من الشارع، أو إن أنت تاكل أكلات مكشوفة أو أكلات مجهولة المصدر. آخر حاجة إن أنت تشرب مية ملوثة أو مية مش نظيفة، يعني مش مفلترة. تمام. هنتكلم دلوقتي عن أعراض المرض أو الشكاوى اللي بتيجي بيها الأم. والله الشكاوى اللي بتيجي بيها الأم هي أول حاجة إسهال وتعنية. الطفل بيبقى عنده إسهال شديد وبيبقى عنده تعنية، عنده مغص جامد. البراز بيبقى فيه دم أو مخاط، يعني البراز ممكن ينزل فيه دم أو بيبقى لزج شوية. التالت حاجة بيبقى فيه مغص مستمر، وجع دايما في بطنه، بيبقى فيه سيلان للعاب بالليل أو أثناء النوم، ودي بتبقى أكتر الشكاوى أو أكتر حاجة، أكتر عرض بيبقى موجود في إيه، في الدود. تمام. بيبقى فيه هرش مستمر عند فتحة الشرج بالليل، وده بيبقى أساسا في الدودة الدبوسية، ده الأساس الأنتروبيس. آخر حاجة وهي إيه، وجود الأنيميا. الأنيميا مرتبطة بالإيه، بالديدان. تمام. ظهر عندك الاعراض، بتعمل ايه بعد كده؟ ايه، بنتجه ان احنا ايه، عشان نتاكد من وجود الديدان دي لازم نعمل تحليل براز عشان نعرف نوع الدوده اللي هندي على اساسها العلاج. عندي في مصر يعني اشهر انواع الديدان الموجوده هما ايه، واحد يبقى واحد من 5، يا اما هتبقى الانتاميبا ودي نوع من انواع الاميبا، يا اما تبقى الانتروبيس ودي حاجه من الديدان الدبوسيه، يا اما الجياردية، يا اما الاسكاريس، يا اما الانكليستوما. يبقى واحد من 5 دول، دي الايه، حوالي 75% من الحالات بتبقى ايه، نوع من الايه، من الدود ده. نيجي دلوقتي لمرحلة العلاج. يعني انت عملت التحليل وظهر عندك دودة معينة، هنعالجها ازاي؟ هنبتدي اول واحدة بالايه، بالانتاميبا. الانتاميبا دي عندي منها حالتين، يا اما هتبقى الفيجيتيتيف فورم او السيست فورم. فيجيتيتيف فورم يعني النوع الكبير منها، دي بنديها على اساسها ايه، فلاجيل شراب او امبريزول شراب، وبنديها للطفل كل 8 ساعات، وطبعا الكمية لمدة 10 ايام، وطبعا الكمية اللي بيحددها الطبيب او الصيدلي. والسيست فورم او الصغيره منها بندي ايه، فيورازول، وده طبعا ممنوع استخدامه للاطفال اقل من 2 سنين، وبندي له كل 8 ساعات لمده اسبوع. لو عملت تحليل وظهرت الجياردية، بندي فلاجيل او امنيزول، وبندي له كل 8 ساعات لمده 5 ايام بس، مش لمده 10 ايام، لمده 5 ايام بس. نيجي بقى للانتروبياس. الانتروبياس دي اللي هي الايه، الديدان الدبوسيه. الديدان الدبوسيه بنديها واحد من ايه، من 3 اصناف دول، واحد منهم بس، بندي له يا اما الانتيفير، وبندي له الجرعه بتاعته معلقه 5 سنتي مره واحده وتكرر بعد اسبوعين، او الفلوفر مال وبندي له 5 سنتي مره واحده وبرده بنكررها بعد اسبوعين، او بندي له البندكس ودي بتاخد 20 سنتي مره واحده وبتكرر بعد اسبوعين. واهم حاجه لازم تكررها عشان لو في منها بيض او حاجه زي كده يكبر وايه، ونقدر نقتله. نيجي دلوقتي لاخر نوعين اللي هما الاسكاريس والانكليستوما. الاسكاريس والانكليستوما بنعالجهم بواحد برضو من الانواع دي، اما بندي له انتيفيرو وبندي له جرعه 5 سم صباحا ومساء لمده 3 ايام وبتكررها بعد اسبوعين، او بندي له فلوفر مال وبياخد منها 5 سم صباحا ومساء لمده 3 ايام وبتكرر بعد اسبوعين، او بندي له البندكس وبياخد منها 20 سم مره واحده وما بتتكررش تاني. ركز في الجرعات عشان كل دود ده بيبقى ليها ايه، جرعه معينه. وطبعا دي لازم يبقى فيها استشاره طبيه، يبقى طبيب او صيدلي اللي هيديها لك. تمام. عشان يحدد لك جرعه على حسب السن برضو. تمام. ولو الطفل بقى عنده هرش في فتحه الشرج، بيهرش جامد في فتحه الشرج بتاعته، دي ايه، بنديله كريم اسمه كريم راسب ابيض، وده بيدهن منه قبل النوم لمده اسبوع. تمام. نيجي اخر حاجه، ازاي نقدر نتجنب ان الطفل ما يجيلوش ايه، ما يجيلوش ديدان، او ازاي نتجنب الاصابه بالديدان دي. اول حاجه النظافه الشخصيه، ان هو ايه، يغسل ايديه بانتظام، تمام، بعد الاكل او قبل الاكل. تاني حاجه ان هو يغسل الفواكه والخضار قبل ما ياكلها، تمام، عشان ما ايه، لو فيها حاجه او حاجه زي كده من الارض بايه، تشيلها. تالت حاجه ان الميه لازم تكون نظيفه، تبقى مفلتره او ميه ايه، تبقى معدنيه، حاجه نظيفه. اخر حاجه ان هو يتجنب اكل الشارع، وطبعا يبعد عن الايه، الحاجات اللي فيها مواد حافظه وايه، والاكلات المكشوفه. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ده، ما تنساش تعمل شير للفيديو ده. الفيديو ده موضوع بسيط، صيدليه احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.